كسكسي بالعلوش وبلحم الحوت وبالعصبين لا ايه انا اسمع كتير خفت دايما باستمرار بيخوفونا من ال ليه مكليتك كسكسي بالعصبان دايما السؤال يتسال كده ما حبيتش اعرف ايه هو العصبان تمام الاسم نفسه صعب شويه ان انا ما ينفعنيش الاكله دي انا من محبين تونس تونس بالنسبه لي واحده من اجمل البلاد العربيه شنو زرت ايه زرت كتير زرت تركيا زرت يعني بنخدم في بنخدم في السعوديه رياض القاهره بلادي امارات دبي اشياء كتير يعني ايه الشعب التونسي اقرب الشعوب يعني لقلوب المصريين هم بلدي الثاني ايه والله بلدي الثاني بحبها جدا من البلاد المحببة لقلبي بصفة خاصة والمصريين عموما على فكرة الشعبين بيرتبطوا يعني بينهم يعني مش كتير من العادات والتقاليد لكن يعني في ألفة في القلوب والحاجة المشتركة ظهر لي خفة الدم بتاع المصري والتونسي التونسي دي حقيقة شنو زرت في تونس؟ حمامات كهو؟ ايه كهو ورحت سيدي ابو سعيد اكتر مكان بحبه البلاصة دي حبيب برقيبة 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 صحيح برقيبة لك دايما البحيرة موجود هناك باستمرار شنو رايك في ناس تونس؟ ايه ناس طيبين جدا الشعب التونسي بقول لك من افضل الناس حتى في اسلوب التعامل بنلاقي الحب من الناس في الشارع والله الحمد لله طبعا انا مش بحكي على ملايكة لكن في كده في لا التعاملات لكن الاكثر حقيقة بلاقي الحب من الناس يعني شنو الاكلات اللي قديش عندك ساعة في تونس؟ انا تونس كنت هنا من 3 اشهر والان جايبه بزور تونس ثاني يعني فكده اليوم الخامس تقريبا يعني اكيد راك جربت الماكله التونسيه مالك ايه الكسكسي بالعلوش وبلحم الحوت وبالعصبين لا ايه انا اسمع كتير خفت دايما باستمرار بيخوفونا من ال ليه مكليتك كسكسي بالعصبان دايما السؤال يتسال كده ما حبيتش اعرف ايه هو العصبان تمام من الاسم خفت شنو قالوا لك بربي على العصبان لا والله كليت كسكسي بالعصبان الاسم نفسه صعب شويه فما حبيت اجرب علشان كده هي انفيت حاجه بسيطه على الاخر هي الكرشه متاع العلوش ايه خلاص خلاص الحمد لله انا هو اول مره اعرف والحمد لله ان انا معرفت من قبل يعني كنت زدت تاكد وثقه ان انا ما ينفعنيش الاكله في عادات يعني في البريك ايه حبيته جدا فيه الموجود في سيدي ابو سعيد اسمه ايه بامبالون بامبالون يعني ده تحفه 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 والله شو اخر لا هنا اكتر الاكلات لحم الحوت يعني وسلطه الفواكه البحر غالبا في الساحل الحوت لكن كي تجي لتونس فما اكلات حلق الواد ايه دايما باستمرار تعرفت عملت صحاب لهنا ولا كتير برشا انا يعني لحد ما اجتماعي شويه بحب الناس جدا كنت شايفه حتى طبيعه الشعب جميله يعني يكون قريب جدا باستمرار اكيد جدا تعلمت كلمات تونسيه تعلمت كلمات برشا 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 احكي لي شويه ترى ايه احكي لي يعني ايه الكلمات ما انا ما تذكرتش هو السؤال مفاجئته طيرت الكلمات لكن انت لو تحكي بالتونسي انا فاهمك جدا يعني افهم عليكي جدا يعني افهمك بالجديه بالجديه ايه بالجديه ايه بالجديه هذه تولي صعيديه يعني والله صعيديه ايه طب اشوف لك حاجه تونس العاصمه بالجديه بالجديه ايه بالجديه ايه تمام ايه شنو اخر يعني قلت لك انا اسماء الاكلات كسكسي بالعلوش وكسكسي بلحم الحوت دي كلها مش مصريه يعني ايه نحن تونس ما نقولوش كسكسي نقولوا كسكسي انا محتاجه اعد راسها من جديد ويعني واعترف ان انا فاشل لا والله لا نعطيك كلمات انا بتونسي وانت ترجمهم لي نبداو بالكلمه الاولى إيه؟ ادنى شويه ادنى شويه يعني انتظرني شويه
ايه ايوه صفر من صفر من عشرة. حط هيك في جملة؟ ايه حطها لي في جملة. استنى شوية الغادي. اه يعني ابعد شوية. ايه ايه تمام. بيه. اقعد واقف. ايه يعني اثبت مكانك، اقعد واقف اثبت مكانك. اقف. واحد ايه. من ايه نول. بيه. زلابية ومخارق. ايه فشل فشل خشل. سقوط ذريع. هذه أكلة عنا في بيجة إيه؟ معروفة على بيجة إيه؟ الأكلة هذه فمش أكلة، هي حلو حاجة حلوة. تمام. دورة هكا إيه؟ صفرة إيه؟ تتسمى زلابية، ودورة المارون تتسمى إيه؟ إيه؟ تسمى مخارق. إيه تمام يبقى كده حلوة برشا. إيه تمام خلاص نسأل عليها ونجيبها. ذقت خلينا نقولوا شباتي ومطبقة المهدية؟ لا لا لسه. ايه شبات بس اقول عباره عن ايه؟ ممكن يكون اكلتها يعني. ايه عباره عن ايه مكوناتها شباتي؟ شباتي هو ساندويتش مدور كيما ال بالشوكولا. لا هذيك كريب. ايه الكريب اكلها ويتحط فيه من داخل هريسه وسلطه مشويه ومايونيز وسكالوب. تمام 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 خلاص. ايه فهمت كده. هلا مرحبا بي. مرحبا اهلا اهلا وسهلا. تجرب كسكسي بالعصبين اي يعني ما اعتقدش ان انا اقدر اعطيك وعد بالكلمه دي يعني الموضوع محتاج. مرحبا بيك في تونس ومحليك ومتشرفين بالمسار والكل في تونس. بالعكس احنا اللي سعداء جدا بتواجدنا هنا، وما قلت لك زي ما قلت في البدايه هفضل اقول كتير، الشعب التونسي من اقرب الشعوب لقلوبنا احنا المصريين عموما يعني. اهلا وسهلا.